السلام عليكم، تحياتي لكم من شارع الجيش الملكي، بالضبط من بليزونس حدا موتيف كلوب، هذا النادي الرياضي. غادي نديروا واحد الجوله في اتجاه حي ويسلان ان شاء الله. شحال هادي ما مشيناش لويسلان القديم، لاكاديم، الحي الرئيسي اللي كان في يامات فاش تصوبت لاكاديم، اللي ولات هي لافارج. هنا هاد المنعرجات يجب توخير الحيطة والحذر بالنسبة للناس اللي كيجيو، خصهم يمشيو بشوية وصافي، هذا هو الأمر. الليلة راه ضواوها، النهار صغير، الناس ما يجريوش كثر من القياس. هنايا كانوا دائما تيوقعوا الحوادث بسبب السرعة، كانوا بزاف البوطويات كيطيحوا بسبب دوك الاصطدامات. الحمد لله تمت الإعادة ديالهم قبيل المعرض الدولي للفلاحة، كانوا ركبوهم تبدلت الإنارة. نتمنى أن الجزء اللي مازال ما تبدلش فيها اللي تابع لجماعة ويسلان أنها تقوم باللي عليها. دابا كلهم ولات ولا ولاد، ولكن مازال خصني تبدل حتى دوك التحتانيين اللي كيضويو الرصيف، لان هنايا راه كاين واحد العدد الناس كيجيو على رجليهم. الشعار ديال النبي خالد الله الوطن الملك. تحية للنادي المكناسي اللي البارح فرحنا بداك اللقاء قمة اللي جمعاتو مع نادي كوكب المراكشي العريق، حتى هو جوج الفرق اللي تستاهلوا انهم يكونوا في القسم الاول. النتيجة كانت جد مهمة بعد فوز النادي المكناسي خارج الديار، يعني في مراكش. هنا هاد البالي هادو اللي كتشوفهم كاملين، خص مازال جماعة ديال ويسلان خصها تجي تجتهد باش يتعوضوا باللاد. حنا غندوزو حدا واحد الشارع بداو فيه بعدا هاد العملية هادي ديال التجديد ديال المصابيح. مكرهناش هاد الرومبون هذا، يديرو فيه شي ديكور، يديرو فيه شي سامبول، يديرو فيه السمية ديال المنطقة، ولا هذا شي حاجة تكون ديكوراتيف زويونة. هادي الطريق اللي كتدي للاكاديم، اللي كتدي لوزين السيما كما يحلو المكناسيين يسميوه. هادي الغابة ديال الغابة المعروفة بالغابة ديال لافارج، نسبة لوزين ديال لافارج اللي كان السكان كاملين اللي كانوا في زمان هما الناس اللي كانوا خدامين بدرجة أولى في لافارج. هاد الغابة راها مساحة كبيرة، غير خص راه بانو لي غادي تكون شي أشغال فيها، كاينة شي أشغال فيها كاينة تماما، خصها إن شاء الله تعالى تكتمل، لأن راه هي متنفس ديال هاد السكينة كاملة اللي تسعد بالألاف. هذا الوزين ديال لافارج اللي على اليسار ديالنا، الغابة على اليمين. وراه بحال هاد المشاريع هادو راه تتكون في إطار داك أن الشركة خاصها تكون شركة مواطنة، راه تتساهم بدرجة كبيرة في مشاريع اللي عندها طابع اجتماعي. هنا راه مازال دايزة السكة ديال التران اللي جاية من لاكار الكبير. حنا غادي نكملو مع الوزين الحي الرئيسي، وعاد نرجعو بحالتنا باش نخرجو نمشيو للتتمة ديال الحياة ديال الوزين. هنايا كاينه المقر البلديه ديال لوزين،
هما عندهم هنايا عندهم واحد اللوحه اشغال اشهريه هنايا كتقول لك اشغال التشوير الافقي والعمودي بالاحياء القدس الرياض الازدهار الامل السعاده هذو كلهم احياء تابع الاسلام ان شاء الله تعالى غادي تستافد من هذا التصوير وبانوا لي حتى داك حتى دوك لي بوبيل اونتيري راه هما بداو بهم وحده بعدا راه هي كاينه قدام البلديه دونك هذه الطريقه هذه اللي غندوزو دابا فيها راه ممنوعه على البوالور هذه اتجاه واحد هي كتدي بالنسبه للناس ابناء هنايا تحيه ليهم تحيه للناس ديال ويسلان تحيه للناس اللي كبروا في حي ويسلان ديال السيما هنايا راه بدلوا لهم الضو راه ولا ضو لاد حيت كنا دزنا واحد الوقيته لقينا الاشجار خدامه هاد الجامع تحت كاينه السويقه الشارع هنا الباركين فقط تلقى حل يكون جدري لهذه الأمراض ديال التجارة في يعني الفراشة خصهم في البلايص فين يخدموا يعني خص اجتهاد أكبر توفير واحد الأسواق فين يخدموا هاد الناس الشوارع انه يكون كمرحله اولى في الشوارع ولكن اخرى يدخل للزناقي والدروبه حيت الامر هذا امر مهم مهم بزاف مهم عميده راه جديده في انتظار ان تكون عمليه ديال اشغال في الارصفه تاعهم خصهم ارصفه يتقادو شفنا واحد العدد الناس تيهضروا على الشكايات في شي شارع ما عرفتش شي شارع بالضبط ولكن حنا غاديين معكم نكتشفوا حنا رحنا في ويسلان يعني كاين اتجاه واحد الاشط ديال الشارع دابا كنمنع الدوران اليسر خصنا ندورو خصنا ندورو دابا على اليمين نمشيو حتى للكروازمو حنا هادي المقر ديال شي دار شباب ولكن راه خصها عنايه النادي النسوي النادي النسوي حتى هو تابع لافارج خصو على بري يعاودو يدورو به الصباغه وداكشي هنايا ايضا هذا هنايا كاين دار الشباب اللي عقلي يعني ومازال خاصهم ان شاء الله حتى شي دار الثقافه تكون عندهم هنا دونك هذا الاتجاه هذا كيدي ويسلان راه ولات مدينة على قدا هادي راه ولات خصها عمالة تجمعو فيها عدد ديال الجماعات الطوبيس خلاص راه وصل هنايا
بزرهون في الخار ديال الشارع تيبان جبزرهون. حنا غادي نكتفيو بواحد القدر نديرو دومي تور ان شاء الله بحول الله ونرجعو. باش ندوزو حدا لافارج مرة أخرى بس الناس تاهم ماشي شوية تعطيو للطريق حقها السائقين المستخدمين ديال العربات. تنشتو معنا ويسلان جداد عميدة جديدة خصهم دابا يصوبو لهم الأرصفة صوبو لي تروطوار. هنا شي فضاء هو واحد لاسباس دايرينو الدراري لعاب نتمناو يكونوا بحال هادو كتار الناس الساكنة وأبناء الساكنة محتاجين بحال هادشي هدا. ولا كانت شي بلاصة خاصة الصيانة خاصة تتصاب هادي الكمالة ديال مالا ديال الوزين راه دايرين لهم. يعني هذه فكره مزيانه جاو داروا لابوراتوار هنا في مكان استراتيجي في الدخله ديال ويسلان باش الناس ما يبقاوش يتعذبوا. جاي حدا الكوميساريه هي راه كتعرف الاشغال ديال اعاده التسهيل مزيان اللي تزادت مزيانه. هذه دابا منطقه اداريه احنا غادي ندورو في اتجاه العمارات ان شاء الله. حنا تيصوبو لهم واحد البوبيل اونتيري دوك لي بوبيل كيكونو من تحت الارض. وهاد الشارع عادة هو كنستافد من التهيئة الجماعات خصهم كل عام يبرمجوا واحد عدد الشوارع واحد عدد الأزقة باش ان شاء الله تعرف اقرب فرصة للسلام الامور كتقاد. هادو هنايا راه كاين شي سويقه هنايا شي سوق في المحلات لكن كاين بزاف اليوم اللي مسدودين ما عرفناش واش هما اليوم مازال ما حلوش ولا كاينين اللي حالين. البني القديم الشارع راه دابا تيتبنوا فيه عمارات. ندوزو جنب السكة ديال التران كلو راه كانوا عاودوه لهم داروا عميده ديال الضوء ارصفات قادو شي راه من بعد من الامور العاديه اللي خصها تكون. وهاد البنايه اللي هنايا كانوا تيقولوا بعض الاخوان تيقولوا بانها تاع ديال شي فندق شي هوتيل ولكن ما عمرنا شفنا اشغال ديال الاتمام ديالها ولا شي حاجه بقات هكاك موقفه. ها هما دايرين لهم كراسي هنا خاصه الناس تا هما خصهم ينخرطوا في الحفاظ على داكشي اللي كيتنجز مابقاوش يديروا داك. هنا راه بعض البلاصه هادي
بعدا كاين واحد الملاحظه هي ديال الدوزه اللي حنا دزنا منها خصهم يديروا واحد لافلاش، يديروا واحد السهم، لان الناس اللي كيدوزوا رغم انها كدوز ولكن داك الغياب ديال داك السهم تيعطيهم انطباع بانها ما كدوزش، فتيضطروا انهم يمشيو عاوتاني حتى للرومبوان الكبير وعاد يرجعوا. وانا هادي راه شتها وكان البوليس واقفين تما شحال من مره وتنقول ويلي واش الناس كيدوزوا البوليس ما توقفهم شويه، راه عاد فهمت بانها راه كاينه كدوز، لان الطريق جايه في الرومبوان خص ضروري تكون داك المسار تيدوز. هذا المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقيه ديال ويسلان، دان اللي ما تيبانش سو دير له تصوير. وصلنا حدا ألادان تقريبا، علاء الدين، قصر علاء الدين، النهاية ديال هاد الجولة. من ضرور الطريق اللي كتدير دخيسة هي النهاية ديال السير ديالنا. هذه هي الطريق اللي كدير تخيسة، وحده من الطرق اللي كيديو تخيسة. إذا تبارك الله عليكم، إلى اللقاء. التروطوار كامل هذا مجتهد كثير.